بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتور محمد علي غريب جلال، رئيس قسم أصابة القلب في مستشفى التأمين الصحي مدينة نصر، وانستراكتور في الأمريكان هارت أسوشيشن. النهاردة اليوم الثاني لحضور المؤتمر بتاع كايرو بي سي آر، وده كوبي من البي سي آر بتاع المؤتمر الكبير بتاع باريس اللي بتعمل كل سنة في شهر مايو. كان لنا طبعا الشرف إن احنا نستقبل المؤتمر ده في القاهرة هنا في جمهورية مصر العربية، ونستقبل الخبراء الأجانب الموجودين، بروفيسور جان باديم، بروفيسور جوران، بروفيسور ويليام ويلين، ويليام واين، وهم كمان عملوا ورشوب كويسة جدا في اليوم الأولاني، والنهاردة برضو كرنت ورشوب شغال، والورشوب ده تعليمي للدكاترة الكبار ودكاترة الصغيرين، إن احنا بنعرض كل الحالات الصعبة اللي هي الحالات العامة، جراحات قلب قبل كده، أو الحالات اللي هي حصل لها مشاكل من الدعامات السابقة، أو الحالات اللي فيها صعوبة شديدة بيسموها الشيب بيشنت أو الكومبليكس هايلي إنديكيتد بيشنت. الحالات دي فيها تحديات كبيرة جدا، وكان يمكن بتروح جراحة قبل كده، لكن دلوقتي بعد التطور الهائل والتعاون مع جمعية القلب الأوروبية وجمعية القلب المصرية، فبقى دلوقتي الحالات الصعبة دي بتتعمل جوه مصر. والوركشوب بتاعنا النهاردة ده قدم كتير جدا للدكاترة الصغيرين، وقدم كتير كمان للدكاترة الكبار ومنهم أنا، وعرضنا حالات امبارح كويسة، والنهاردة بنعرض حالات تانية كويسة. إن شاء الله يكون المؤتمر ده مفيد للأطباء في جمهورية مصر العربية، وعامل كمان بروموشن لكفاءة الأطباء المصريين مع الأطباء الأجانب، لأن دلوقتي مصر بقى فيها أطباء على مستوى عالي جدا في الانترفنشن.